السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو المشاركة لهذا الفيديو حتى تئم الفائدة لمستحقي هذا العلاج، ولعله إنسان واحد ينتفع فيدعو لك ويفتح الله عليك فتوح العارفين. علاج حرارة القدمين، نأخذ من القرنفل مقدار ملعقة كبيرة، ومن ورق السدر أو النبق مقدار أيضا ملعقة كبيرة، توضع على لترين من الماء ثم يوضع على نار حتى يغلي غليا شديدا، ثم يصفى، توضع القدمين فيه لمدة ربع ساعة صباحا، وأيضا يعاد مرة ثانية في المساء. شارك الفيديو أخي الكريم وانشره، ويكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.